في خضم النقاشات التي تشهدها الساحة الفكرية الثقافية في المغرب وفي غير المغرب، دائما تتردد دعوة معينة ويثيرها أناس بقصد. مفاد هذه الدعوة هو أن هذه الشريعة وهذا الإسلام لا صلة له بالتعقل ولا بالعقلانية التي يعتبرونها امتيازا خاصا لجهات أخرى، أي هي صفة حصرية لتيارات أخرى. أما المسلمون فلأنهم يؤمنون بالغيب، ولأن الغيب هو جزء عقيدتهم والجزء الأهم في عقيدتهم، فإنهم لا صلة لهم بالعقيدة، لا صلة لهم بالعقل. وآية ذلك وشاهد ذلك هو أن العلماء المسلمين قد سبق أن منعوا تعلم علم المنطقي وحرموه، وهذا هو الذي جعل المنطقة أو علم المنطقي غالبا غائبا عن النقاشات والكتابات. هذه مقولة وطرح يحسن تناوله والإجابة عنه إجابة علمية من واقع المعرفة الشرعية، مما واقع ما هو مدون وما هو مكتوب، ومن واقع المكتبة الإسلامية التي تحتفي بالمنطق ولها فيه كتب عديدة، ومن واقع اشتغالي المدرسة العتيقة الآن بالمنطق، بمعنى أن الذين يدافعون عن المنطق ويحتمون به ويرفعونه شعارا هم لا يشتغلون في دراسة المنطق في الكليات على نحو ما يشتغل به طلبة العلوم العتيقة، المدارس العتيقة والعلوم الشرعية. هذه أشياء عملية لا سبيل إلى تجاوزها أو إلى إنكارها. لذلك قلت إن الجواب فيه جواب عن هذا الطرح يجب أن يكون جوابا مؤسسا على حقائق علمية، وهو ما إن شاء الله سأعرضه في هذا اللقاء. أقول إن المسلمين والعلماء المسلمين قبل أن يقتحموا هذا المجال وقبل أن يتحدثوا فيه ويتوسعوا فيه أفرضوه ببحث هو بحث شرعي، وهو التساؤل عن حكم تعلم المنطق وتعليم المنطق والاشتغال به، لأن الأصل في المسلمين أنهم لا يقدمون على شيء حتى يعلموا حكم الله فيه، وهم فعلوا هذا. وهناك نصوص كثيرة، ولكن بما أننا ملتزمون بنظم السلم للأخضري فإن نقول أن نردد ما ذكره الأخضري، وهو قد قال في مستهل الكتاب وقبل أن يشرع في المباحث: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. ابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريح. هذا هو العرض المبسط السهل لحكم الاشتغال بالمنطق، وقد ذكره صاحب السلم، وهو بالتأكيد يأخذ بقول الإباحة، وإلا لما كان قد كتب هذا الكتاب وضع هذا الشعر، ولما كان الشراح قد يهتموا بهذا الكتاب.